أمي، ألو، اسمعوا ليا، سي تري امبورطون لو ريكاب. هانتوما شوفوا الزحام اللي مورايا في ليزورجونس، كاين الناس بزاف، أون با دو ماسك بور تو الموند، عليها أون فو أبسوليمون غوفيغ هاد لو غابيل. ندير معاكم فيديو قصيرة ولكن تكون إفيكاس على كورونا. جوج حوايج اللي بغيتكم تعرفوا. ألو كورونا، سي فري، فيروس اللي هو ضعيف، ما معنى هذا؟ يعني أنه 80% من الناس اللي غادي يتصابوا به غادي يتشافوا. داكوغ، هادي انفورماسيون رقم واحد، ولكن كيبقاو لنا واحد 20% ديال الناس اللي غادي يوصلوا للمضاعفات، نقدروا نقولوا انها صعيبه واللي كيحتاجوا فيها ربما البعض منهم الاسره ديال الانعاش، الاجهزه ديال التنفس الاصطناعي الى اخره. واخا، شنو هو المشكل اذا؟ اذا كانوا 80% كيتشافوه، المشكل هو انه لو فيروس كونتاجيو بزاف. شنو هي كونتاجيو بزاف؟ يعني انه الاغلبيه ديال الناس اللي غادي يتلاقاو مع شخص عنده الفيروس غادي يتعادوا. وهنا فين هذاك 80%، ذاك الرقم الاول كيولي مهم. علاش؟ لان 80% ديال الناس اللي غادي يتشافوا سواء غادي يكون عندهم اعراض اللي هي ضعيفه، سواء غادي يكون عندهم يعني ربما ما كاينش عندهم كاع الاعراض، فبالتالي هما ما عارفينش راسهم مرض ولكن كينشروا الفيروس. واذا خدينا فقط الرقم ديال 1% ديال المغاربه اللي غادي يتقاسوا، غادي تعطينا 400,000 مصاب. 400,000 مصاب، منهم 21% اللي غادي يحتاجوا الانعاش، اللي غادي يحتاجوا يعني الاجهزه ديال التنفس، يحتاجوا الامور اللي صعيبه واللي مكلفه واللي ما غاديش تقدر تعطي مفعوليه في 100% من الحالات. فبالتالي شنو هي هاد 400,000 واحد؟ تقاسموا، احسبوا منها 20%، 80,000 واحد. داكوغ، 80,000 مغربي. وكلنا شفنا الفيديو ديال رئيس الحكومه، كاين 250 سرير اللي مخصصه لمرض كورونا، يعني ربما 80% اقل من داكشي اللي نقدروا نحتاجوا. تخيلوا هذا المنظر ديال سرير واحد دايرين به 80 واحد كيتسناو نوبتهم. داكوغ، دونك بلا ما نكذبوا على راسنا، المغرب ما غاديش يقدر يتحمل اننا نوصلوا كيف وصلت الامور في الصين، فرنسا، في الطليان، في اسبانيا. داكوغ، دونك الحل الوحيد اللي كيبقى امامنا الا ما بغيناش الاقارب ديالنا، ما بغيناش الناس اللي عزاز علينا يموتوا، الحل الوحيد هو ما يتعداوش. باش ما يتعداوش، حنا واخا نقدروا نقولوا بانه غادي نتصابوا وما غادي نبراو، حنا ما خصناش نتعداو حتى حنايا. فبالتالي الله يجزيكم بخير، كل واحد يبقى في دارو، هذا هو الحل الوحيد. وعندنا جوج ديال الخيارات، اما 14 يوم والناس جالسه في دارها ما كتنشرش الفيروس، اما 5 6 7 اشهر. وراكم عارفين ما كاينش تداعيات يعني صحيه، تخيلوا هادشي المشاكل اللي غادي توقع حتى على الاقتصاد، حتى على البطالات، على بزاف المسائل. فبالتالي الله يجزيكم بخير، اسهل حاجه نديرو هي نحاولوا ما نخلطوش بزاف، نحاولوا على قد الامكان ما نخرجوش من ديورنا وما نشروش هاد الفيروس، راه ما قادرينش عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.